إذا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. إذا مشاهدي ومتابعي قناة شوف تيفي، الحي برشيفة أعتقد ما كاينش شي واحد اللي ما كيعرفش حي برشيفة في مدينة طنجة. يعني فاش كنقول لكم برشيفة غتبقى لها نقول لكم بني مكادة، هذو جوج الأحياء مع بعضيتهم صعيب أنه يجي الواحد ما غيعرفهمش. هذا الحي هذا اللي طبعا كيتوفر على واحد الكثافة سكانية كبيرة في مدينة طنجة، مؤخرا ولا كيعيش واحد الرعب بسبب واحد الصعصع ديال الحي اللي ما كملش 20 يوم باش خرج من الحبس، خرج وعاود زرع من الرعب من جديد في الساكنه ديال الحي، لدرجه انه كل ليله كان كيمشي وكيتهجم على واحد. معايا السيد اليوم تهجم لي على الاخ ديالو وضربوا ضربوا من اخره، كذلك يبقاو يسمعوا الفاظ اللي ماشي حتى لهي بشكل يومي للاطفال صغار ولا الناس كبارين. ف غنخليكم مع السيد اليوم، هو غادي يشرح لنا بالضبط شنو عاشوا مع هذا السيد هذا، شنو هذا الرعب اللي كان معيشهم كل ليله، شنو دوز عليهم، وكيفاش كانت بحال اللي كنقولوا الاخيره ديالو فين في الاخر فاش صفات فيها هذا الشيء هذا. اذا مرحبا بك اول حاجه معنا. شكرا. شكرا. الحمد لله كنشكركم انتم بعدا على قناه شوف تي في اللي قبلتوا علينا توصلوا الصوت ديالنا ومبينوا حقيقه هذا المجرم هذا. هذا ماشي شي واحد مثلا يعني غلط او الغلطه ولا هذيك، هذو السوابق هذه اللي هي تعود طلعت للحبس كيطلع يعني تعود طلعت للحبس تعود طلعت للحبس. شنو الاسباب هذا الشيء هذا كل مره كيطلع للحبس؟ كيطلع للسرقه، كيسرق السكينه مولف عنده سوابق السرقه. السرقه كاين لا السكينه ولاد الحومه دراويش كذا هذيك على نفس الحومه هذه نيته نفس السكينه قال الحومه حنا كنعيشوا معها الرعب ملي كنخرج من الحبس السكينه كتعيش معها الرعب بحال كترتاحوا الايام اللي كيكون مشبر ملي كيخرج صافي كيعاود داكشي كامل يرجع من جديد كنبداو نعيشوا مع نفس الحاله بحال اللي عايشين في شي قراوي في مدن الداخل كذا هذيك الجهل القديم شحال يعني السيد الشفرة في يدو كيتسقط على كل شيء كيضرب كل شيء كيبات علينا ديما بفروطة حنا ولادين ولادنا كيسمعوه خصنا كيسمعوه والدينا كيسمعوه ما كنقدروش نجلسوا حتى وحده ولادنا بالطابلة بسبب هذا كيعري عليه مرة كتزول عليه بصفة عامة كأنه مالادي هي ما مالادي ما والو يعني الحمد لله النيابة العامة كتعرفوا الصوابق ديالو كتحكم عليه. السيد هذا سمعنا علينا ما هنايا ليل ونهار بالسبان كيتسقط على عباد الله على الطرامبيه يا خويا كيخدم في بلديه ما خلاش يخدم تعامل النظافه ما خلاش يخدم كيتهجم عليه هو شنو عمل له؟ شنو عمل له؟ زول له الشطابه زول له الكروسه وقال له سير دين دين ما قال له الله يبلا تصال هضره قال له سير كذا هذيك هذه هذه الكروه ديالي الكروه ديالي زعما يعني هو حاكم كروه فهمت مورها هذيك الترامبيه فهمت او نفس الحاله ضربها عاوز عرس الجزاء مورها هذيك واحد الطونوبر عندنا فيديوهات وهاد الفيديوهات هادشي متسق بداكشي كامل شنو كاين الفيديوهات عند رجال الشرطه هادشي هذا واش زعما نهار كامل ولا حتى الليل عاد كيجيكم ولا زعما فوقاش نهار والليل هادشي 24 السيدة 24 كنعيشوا مع هاد السيد خاين سينا بنتي كتصيفطها في بقال كتقول لك لا بابا تما مجنينه باش فهم مجنينه هاد التلقيمه ديالها هاد التلقيمه مجنينه هاد مجنينه واحد التلقيمه ديال واحد السيد كان في مكنس ولا كان علق راسه وتقلد به تا هو كان حباس فهمتيني يعني تاثر به تا هو ملقى مجين هو بحال نقول هو القدوه ديالو القدوه ديالو فهمتيني المهم هاد مجينينا عشنا ما سمعنا ضر كنقول زعما الله يهداه الله يهداه الله يهداه تا الطار ضرب خاي خاي جالس كاينه في فيديوز هما رجال السلطه الحمد لله يعني كان خا جالس مع ما اداه ما مشى عنده ما دابز معاه ما حتى شي حاجه شوفوا بعينكم وهاد الفيديوهات الحمد لله عند رجال الشرطه وفي المحاضر عند النيابه العامه يعني بلا ما ادم ما دابز معاه ما والو كان جالس فين كان جالس خاك عاود لي بالضبط كيفاش توقع تاجت هجمه بارك كاينه هايده في الكرسي جا تطلو في وجوه ارسم هنا ارسم هنا ضربوا في الصم هنا ضربوا في الصم هنا ضربوا في الصم هنا هذا اول ضحي الضحيه الثانيه ضربوا بالكاس هنا من بعد جا خسروا الطنوفيس هنا في ودنه فهمت وهذا السيد اللي مضرب من ودنه عنده السلع واو يعني راسي كبير واد مورايا انا ملي يعني بالليل كذا هذيك فرصة عنده سمع انا محشومة حنا كنسمى فروطة مع والدينا شبار ضربني بالسوداني شي راه شنو السوداني؟ السوداني حامر هذيك هذاك الحر يعني الحر الحار شحال اللي عاودتي تلقيمة شي حاجة السوداني سيب لي في السوداني نعيني سي غادي لي بجوج كيسان وهرب لي فهمت من بعد انا جمعت الواد الفيديوهات اللي كيعملوا هذا الاجرام اللي مارسوا علينا تما بالسكينة وصلت بهم لرجال الشرطه توصلوا بهم لرجال الشرطه توصلوا بهم لرجال الشرطه مشكورين للدائره 7 ولا للبيجي
ولا دو قاموا بالواجب ديالهم. انت ديكلاريتي ولا شفت سكان اخرين ديكلاروا؟ شكون اللي ديكلار؟ لا انا ديكلاريت، انا بس خاي ديكلاريت والضحيه يا اخرى. ضحيه اخرين ما هبطوش، الضحايا اخرين الحومه ولا عايشين، ولكن قلتي لي ما كيقدروش ينوضوا يدعيوا. يقول لك هادو بحال مثلا هو خرج بعام ونص، عام ونص ياه، وخرج اليوم منيت وما داوهاش السكينه، دارت بعام ونص، خرج اليوم منيت نفس الحال. هي هذه المشكله. يعني بحال ما كيتعلمش من داكشي ديال الخطا، عنده عادي طالع هو هذا الحبس. كليان ديال الحبس بالعربيه، كليان ديال الحبس، ما يعرفش يعيش في الزنقه، فهمتيني؟ يعني هذا طلع بعام ونص لا السكينه، خلاص 19 يوم مارس عليها نفس المشاكل اللي كنت كيمارسها عليها ديك العام اللي طلع فيها الحبس. حنا ما نقدروش نصبروا على والدينا، كنسمى فروط حدا والدينا والسفايا وكذا، عندي بنا عندي البنات ديالي كبارين، ويما عندي مراتي، المهم سواء انا ولا مثلا الساكنه كامله، انا كنهضر باسم الساكنه كفاعل جماعي، انا بيدي كفاعل جماعي وديك المنطقه، قص نحارب بالقانون صافي. ملي مشيتي ديكلاريتي باش شنو وقع من بعد؟ مشيت نديكلاري، مشيت الدائرة 7 أول، حيت المنطقة ديالنا الدائرة 7، جلست مع السيد الدحماني مع الرئيس، أوصلوا لافير هاد السيد ها كيفاش كنعيشوا معاه كيفاش كيفاش، المهم عندي فيديوهات عطيتهم له حتى هو، قال لي أنا تنسق مع لابيجي، تنسق هو مع لابيجي عاود توصلوا ديك الفيديوهات نيت، شي 10 ولا 11 فيديو، كل فيديو من إجرام فهمتي، ملي توصلوا رئيس المنطقة والشاف لابيجي بديك الفيديوهات ما خدموا. بقاو معايا في التيسة رب، يعني ليلة كاملة هما معايا في التيسة، لا بيجي والدائرة ورئيس المنطقة والشاف ديال بيجي، تطريات وكذا وهذيك ديك الساعة. اللي بدا في 24 ساعة تمكنوا أنهم يصبروا. ما كملاش، ملي توصلوا في فيديوز ما كملاش 24 ساعة. باغي نسولي. شنو نقول لك يعني من 5 دراسية هما معايا في التيسال، الزوج جا الله التيسة صبان، الشاف ديال بيجي بيدو دخل عليه، فهمتيني؟ بغا يقاوم كذا ضرب الشاف ديال بيجي بالبلوك نوجهو مصطفى جاكيسان الله بدون ديك الاسماء مصطفى الشاف ديال بيجي راه جا في البلوك فهمتي حيت بغا يقاوم رجال الشرطه وكذا المهم ديك الساعه داو عملوا مع الاجراءات قانونيه ماما صافي حنا الشواهد ديالنا تقدمنا عند النيابه العامه النيابه العامه انا بغا المحامي ديالي يدير له فيديوز جا استاذ مشكور النائب ديالي الوكيل الملك قال له استاذ بلا ما تعطيني انا في فيديو راه عندي ذات السيد هذا فهمتي وواجهوا بديك الفيديوهات قالوا شنو هاد السيد هذا ها هو ينكر مثلا كذا ديك الشغل ديال الحبس قالوا هاد السيد هذا واجهوا النيابه في فيديوهات وصافي ودعوا للحبس هذا من بارك شكروا رجال الشرطه اللي الحمد لله تفاعلوا معنا وتفاعلوا مع الفيديوهات وهناو السكينه وهزناو المنطقه مع هذا الشخص مع هذا الصعصع هذا دابا ارتحتوا بعد بحال نقولوا عاد عاد ارتاحوا السكينه كامله ارتاحت خايل حتى واحد ما كاينهاش اختي خايل اخر الباب ديال الدار ديالك وانا المهم فهمتيني يعني ما ترتاحش شي كيقول لها خرج يقتلوا شي كيقول لها والناس بوبراني ما لوماش الناس ماشي كيما مثلا كتخاف كاين اللي بعض منهم كيخافوا كاين اللي كي بعض منهم كيعملوا الاحتمال بان انا اخرج على من يدي في هذا الزبل أصدق غارق وايب الزبالة غرقني ترسني على ولادي هذه هي النقطة الأساسية بس سكينة بس ما كتضربوا شي ولا كتخرج كتبقى ساكتة صافي هذا هو الواقع وصافي أختي شكرا تبارك الله عليك إذا المشاهدين المتتبعين قناة شوف تيفي كنتم معنا في البث المباشر مدينة طنجة مع السلامة